غاليولو معايا كابوني، خطيرة وجول، يا سلام، خطيرة وجول فعلها جيرفينيو من إيرناني، ولا أروع هذه التمريرة بيسراه، يفتح مجال التسجيل الإيفواري أمام أنظاركم. كرة بعيدة، جيرفينيو جول، جيرفينيو جول، ثاني من تمريرة من إنجليزي لإيطالي للإيفواري، جيرفينيو جول، هدف ثاني مباغ. الكرة صعبة لصنع ناصر الإنتر، جول، الجول عن طريق بروزوفيتش. هل سيكون الكرواتي هو المنقذ؟ استلم الكرة على خط ال 18، استلمها بيمنى، خلاها لكولا الروض، جول، بابا 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 جول. الانتر يعدل النتيجة في الأنفاس الأخيرة، بيريتشيتش يعدل بعد كرة من كولا الروض. هازارد لغاية الآن ما ترك، لكن ممكن هنا التسديدة، الله، هنا التسديدة وهنا البصمة اللي يتركها بالفعل الكبير هازارد، يعمل شوف داعش، شوف عفوا، التسديدة، جول، جول ثاني للريال. كريم بنزيما يسجل الهدف الثاني لمصلحة الفريق الملكي. بعد يبلك اللقطة على فينيسيوس جونيور، تمر وتعود إلى كريم بنزيما، كريم بنزيما يحولها، الله 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 يا كرة القدم الجميلة، الله عليك يا زيزو، ايش زينك يا زيزو. ونوعا ما ريال مدريد بالتسجيل، ولكن في الأخير سجل، وفي الأخير يتلقى هدف، يتلقى هدف، وبالتالي ويسكا يسجل الهدف الأول بكرات جميلة الحقيقة. التقدم كان في الجهة اليسرى واللاعب البديل فريرو، مارسيلو ممكن يسدد لكن ينقلها عالية، الرأسية، جول، جول رابع للريال، والجول الثالث في الليجا لكريم بنزيما، وكرات جميلة متبادلة. تعجب لناتو، هدف لعبة بالنار، ولويس ريو أريبا عجيبة، نوربرتو نيتو، أول مشوار لبنتيرو، كرة غريزمان، غريزمان جول، غريزمان جول، غريزمان جول، هدف التعادل لنادي برشلونة. ماذا يقول الحكم أليخاندرو هرنانديز؟ يبعد عن سوفاتي، ابتسامة فرنسية. سيرخيو جواو فيليكس، جول، جول يأتي لمصلحة أتلتيكو مدريد من علامة الجزاء، يسجل جواو فيليكس، نعم جواو فيليكس، أول أهداف في المباراة، توغل في تولو في الجهة اليسرى، تدخل، يمرر بامتياز، جواو 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 جواو، جول يأتي، نعم ثاني لمصلحة أتلتيكو مدريد. أنخيل كوريا يتألق في أحداث شوط اللقاء الثاني، وليس في كل مرة سيضيع جواو فيليكس هدفا. هنا لدينا الكرة العالية الآن، الله، كنا نتحدث عن نظافة الشباك، ويزور ساسونا شباك أتلتيكو مدريد البديل الكرواتي أنتي بونمر،
يسجل لدينا. شوف الكرة الأمامية هل ينهيها؟ ينهيها. الله، وانتهى المشوار بالنسبة للنقاط الثلاث، لأن البديل توريرا لوكاس توغل، استلم، سدد في مرمى أوساسونا. مبابي والعرضية، جول 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 أندر هيريرا. يا سلام أندر هيريرا في الدقيقة الثانية على انطلاق هذا الشوط، وصلت الكرة لقيصر. مبابي يتقدم، مبابي مبابي الجول الثاني، نعم الثاني بارز منك يا مبابي. إذا النتيجة تتغير وأداء البي إس جي يتغير 180 درجة في هذه الجولة بعد هدف اللاعب. انطلاقة عن طريق جوردان ثم كامبوس، فعلى يوسف مصيري المغربي يسجل. يوسف يتقدم ويسجل. اليسرى يرسل كرة عرضية، محاولة، فرصة، غير معقول غير معقول. من أول لمسة، من أول كرة، من أول محاولة يسجل هدف ثاني. ما زالت الخطورة، فرويلر، لويس موريال والهدف الأول. لويس موريال والهدف الأول، الثالثة ثابتة. كرة الكولومبي كان وراء الخطورة في مناسبتين، والثالثة ثابتة. استلام موريال، يصوب في مرمى أليكس كورداز. كرة لويس موريال، التصويب والهدف الثاني. الهدف الثاني لويس موريال، خطأ في عملية الرولانس والخروج بكرة من الليبي أحمد بن علي، يضغط ريمو فرويلر. التمهيد لويس موريال بتصويب أرضي وبيضغط أليكس كورني. كرة ميلوش، ميلوش فوريتش، سامي، وهدف تذليل الفارق. يتمكن سامي نوانكو من تذليل الفارق لفريق كروتوني. كان قريب أتلانتا من إضافة الهدف. مناسبة في السنوات الثمان الماضية، كرة المحاولة الرأسية خطيرة. الآن وخطيرة، فرصة، جول جول، اتحادي أول، رومارينيو، رومارينيو يسجل، رومارينيو أمام المرمى، فرصة والتصويب. الله، الراية مرفوعة، الراية مرفوعة، والتسلل على جاري رودريغيز، الراية والتسلل على جاري،
كان من الممكن أن يترك الكرة لفهد المولد. الاتحاد يلعب بطريقة رائعة في شوط المباراة الأول، وأكيد طبعا أن حكم